أنا كنت بالبطون، حبيت غير شيء عن حياتي. أنا فتت على حياة تانية، بحبوك برش الرشة بكوي. قولوا لي والله أنت شو؟ أقول لهم أنا خياط. شو بتخيط؟ قول لهم كنازي، بناطرين، بطانيات، بيجامات، كل شيء. نحن عم نتعلم بهالمهنة، وبنفس الوقت الإنتاج اللي عم ننجو عم بيروح للناس المحتاجة، وهيدا الشيء بيعطيني شعور كتير حلو. هيدي المهنة مع الأيام أكيد راح تساعدني، تساعد أهلي. أي قطعة تياب أو أي كنزة هي شغلة كتير عن جد مهمة، ومنا شغلة هينة مثل ما الكل بيفكر. بتمر بكذا بكذا مرحلة، نفسيتي تغيرت شيء أشياء، عم تفوت عند أهلي مبسوط، ضحكتي كله تغير، يعني فيني كتير أشياء. عملنا نحن هاللي تياب الكنزات الشتوية لعالم، كمان هن اللي حيستفادوا فيهم يلبسوهم بالشتوية. المردود اللي أخذتهم أنا مصاري ساعدت في أهلي أخواتي الصغار، وعندي شجاعة أني أفتح مصلحة بكل قوة قلب، وما عندي إنه 1% ضعف إني ما بفتح.